السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج أنا المبرمج المحترف لتعليم برمجة الألعاب. ده الدرس كام؟ ده الدرس السابع. هنام في اللعبة التانية دي مكونة. اللعبة التانية دي هنحطها ثلاث دروس، يعني الدرس السابع ده هنعمل بس العربية بتتحرك يمين وشمال. الدرس الثامن ان شاء الله، مش هو ده اللي هو اللي بعده، عباره عن ايه؟ عباره عن هنطلع مثلا حاجه كده، بتطلع نار يعني صواريخ وكده، بس يكون الاقرب في الشكل الواقعي. احنا هنستخدم البرمجه هنا من خلال الفيزيكال، هنختم بعض ادوات الفيزياء هنستخدمها. الفيزياء دي عارفينها طبعا، ليها دور مهم جدا في صناعة الألعاب بالذات، فلازم نركز فيها بشكل جيد جدا. طبعا الدرس الأخير الجزء الأخير يعني هنعمل فيها برضو، هنعمل شكل تصميم مدينة وكده. في مقدمة صغنطوطة كده على شكل لعبة بعد ما خلصت، عايزين تشوفها عشان اوريها لكم تتعمل ازاي. الدرس ده بسيط جدا، سهل. اللغه مستخدمينها فيها لغه سي شارب والدوت نت من خلال فيجوال ستوديو 2010. اتمنى طبعا الدرس ده يعجبكم، ولو حد عنده اي اسئله او اي استفسارات ابعتوا لنا. الدرس ده مفيد جدا وسهل. ما تنسوش الاشتراك في القناه بتاعتنا، ما تنسوش طبعا تعملوا متابعه على الصفحه بتاعتي، تعملوا لي متابعه على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك عشان تتابعوا بقية الدروس التانية، واشتركوا في القناة عندي على اليوتيوب. سيبكم دلوقتي حالا، نخش جوه الكمبيوتر عشان نشوف هذا الدرس. اهلا بكم من جديد. احنا عملنا لعبة، بس اللعبة دي هنقول لكم دي اتعملت ازاي. هوريكم بس المقدمة بتاعتها. دي لعبة متطورة شوية عن حاجات عملناها. عبارة عن عربية بتمشي في قلب المدينة وبتطلع نار وبتضرب اي حاجة بتشوفها قدامك مثلا يعني. وده طبعا ايه، كاركترز ممكن تستخدمهم في اداة حرب. دي مثلا كده بتطلع كده نار تضرب هنا كده، تلاقي في دخان بيطلع هنا كده، ودي واحدة ست كده يعني ممكن تضربها بالنار يعني. دي بقى اللعبة اللي احنا هنتعلمها من بداية نهاية، وهنبني المدينة دي ان شاء الله من اول جديد. وعمل حاجة ده ممكن نضربه ولا لأ، يعني زي كنتم شايفين، بس النار جت هناك اهي. يعني مثلا عندي كيوب، هنعلمكم النهاردة ازاي نعمل الحاجات دي كلها. انا بمشي مثلا بالعربية من بداية النهاية اهو، مثلا دي ولعت فيها. خليكم بس ايه، بنفرجكم على الجسر ونحط الووتر. دي عربية بقى بتطلع، وقعدش هقفل اللعبة وافتح تاني من جديد عشان ايه، يعني ايه، هقفلها وافتحها من اول جديد. كل ده هنتعلم ازاي نبنيه وازاي نعمل داون لود للحاجات من الاسيت، للحاجات دي كلها والنار. واللعبة دي على فكرة بتشمل دروس، حاجات كتير اوي من دروس اللي فاتت. الكود اللي هنكتبه مش صعب ان شاء الله، من خلال فيجوال ستوديو 2015. يعني عبارة عن حاجات بسيطة كده مثلا زي كده، ونقول لكم الحاجه دي بتعمل ازاي. بس يا ريت تتابعونا وشكرا. اهلا بكم من جديد. هنبدا دلوقتي، هنعمل المشروع بتاعنا. هنعمل مثلا مشروع نيو بروجكت، هسميها مثلا ايه، اي حاجه مثلا، مش فارقه معايا الاسم دلوقتي. اقول مثلا كارز ماشي. وبعد كده ادوس كريت بروجكت بتاعي. طيب في طبعا كتير ادوات كتير محتاجين نعملها، زي ادوات كتير اوي محتاج احطها مثلا في الاسنت بتاعي، فهحتاجها. بس اول حاجة هنا عايز اتعلمها او اعرف ازاي بتعمل، احط عربية بتمشي، دي اول حاجة. بس انا محتاج احط داند، او احط مثلا احط كيوب، هعملها مثلا داند، او احط مثلا بلاش كيوب، احط اتش دي ادمت، او احط بلان. حلو كلام، بلان دي ممكن اكبرها اكتر من كده.
طيب بعد كده هنا في البلان دي انا I would like، انا عايز احط كيوب، احط كيوب في البلان دي، اروح عند الجيم اوبجكت بتاعي احط كيوب عشان اعمل عربية. كيوب بتاعي اهو، احاول مثلا ايه اصغرها شوية، عند الروتيشن بتاعها ريست، اطلعها فوق، اعمل عليها زوم زوم. انزلها تحت شوية. انا تقريبا شايف الارض دي اللي هي البلان دي مبالغ فيها شوية، خليني كده كده طلعتها شوية عن الارض. طيب انا محتاج احط ال particles، سوري محتاج احط العجل، العجل هنا محتاج اعمل شيلد منها اول حاجة، من جيم اوبجكت، وجيم اوبجكت ده هعمل منه دبل كليت 4 وحدات، وكل واحدة هحط فيها اداة بتاعت الفيزيكا. بس خلينا اول اداة بتاعت الفيزيكا اللي هي تعمل شكل عربية، اللي هي دي اسمها اسمها ويل كنترولر. طيب الكيوب بتاعنا ده انا اروح عند الكيوب بتاعنا اضيف عليه اداة بتاعت الفيزيكا عشان خاطر اخليه يسمع، في عشان خاطر ايه يأكتف او ينشط الادوات بتاعت الفيزياء. فعندي حاجه اسمها الجي بادي، الجي بادي اهو. بعدين في الكيوب بتاعتي هعمل فيها شيلد، هعمل كليك يمين شيلد منها جيم اوبجكت عادي، مثلا سميه رقم 1. جيم اوبجكت ده هحط عليه جواه الكومبوننت اللي قلتلكم عليه اللي اسمه وايل، وايل كودرا. بص هو شكل العلامة دي، احطها كده على الجنب. احاول طبعا ايه اظبط الابعاد بتاعتها بقدر الامكان اهو. طيب انا عايز طبعا اشوف اكتر من بعد ليها، حاسس كده مش شوية، بس مش عايز اتحكم فيها في هنا يعني. طيب انا ممكن من هنا طبعا اخد واحدة تانية جنبيها، ادوس دو كنترول دي كده، عملت عجلتين، العجلة الاولى اهي والعجلة التانية اهي، والاتنين دول خدهم كنترول دي و بيبقى سوري عشان احط عجلتين قدام وعجلتين ورا اهو. وبعد كده ممكن ندوس عليها كلها مرة واحدة عشان اشوف العجل يكون مظبوط. تقريبا محتاجين تاخر شوية، يعني مثلا امسك واحدة واحدة، دي مثلا عايزة تتاخر كده، دي مثلا دي كده مظبوطة، ودي عايزة شوية كده، ودي برضو عايزه لها كده برضو نفس الحكايه، ودي عايزه لها ايه تروح سنه كده. طيب على اي حال كده اتظبطت. انا عشان ابدا اديها امر تتحرك يمين وشمال لازم اعملها سكريبت، اعمل فولدر احط فيه السكريبت بتاعتي. هشرح لكم السكريبتات دي كلها، انا اخدها كوبي بيست، ده انا حطها عندي في فايل واخدها كوبي بيست، بعدين ابدا اشرح لكم. فانا اول سكريبت هعمله اسمه كار، اتاكد اول ده السكريبت ال لا مش ده، هو ده اول سكريبت اللي عايز اعمله عشان يمشي العربية، هسميه مثلا ام اي كار اهو. اعمل سكريبت كليك الكمين سكريبت ماي كار، افتحه من خلال فيجوال ستوديو 2010 ماي كار. عندي 4 متغيرات، بعد ما انسخ الاكواد ابدا اشرحها لكم. عندي اهو هنا بقى انا بعمل متغير اسمه اب وداون. عندنا طبعا ايه، افتح البنت بتاعي كده اوريكم حاجه.
انا عندي في الماوس بتاعي، او مش ماوس، انا عندي في الكيبورد بتاعتي العلامة بتاعتي اللي هو ايه، يمين وشمال. عندي ده، عندي ده وده، دي كلها 4 زراير. فانا عايز الزرار رقم 1 والزرار رقم 2 عشان خليه العربية تطلع فوق او العربية ترجع ورا، دي اسمها اب وداون. ماشي، عملته متغير قيمته 30 بحيث تكون سرعتها 30، بحيث تدوس هنا يكون سرعتها 30، او دوس هنا سرعتها 30. سرعتها 30 لما ترجع ورا، دي سرعتها 30 لما تمشي قدام. وهنا برضو متغير من نوع رايت تو ليفت اللي هو ده، مثلا 4 3 4 3، دي سرعتها مثلا 300 رايحة يمين او رايحة شمال، بس مش رايحة يمين وشمال، معدل الدوران بتاع العجلة نفسها اللي هي يا اما كده مثلا يا اما العكس. واخد بالكم العجلة نفسها، لكن العربية فيها، عارفين طبعا العربية فيها ايه، 4 عجلات. المهم العجلتين دولت بص هما اللي اتحكم فيهم، هما اللي خلوهم يلفوا يمين او شمال، ودول ده بيدفعوها لقدام. فاحنا دلوقتي بنشرح الاتنين دولت. انا عندي ده جيم، مش ده متغير، ده مسؤول عن دوران اللي هو ده، سوري. انا عندي جيم اوبجكت ده برضو، ده بقى اللي هنحط فيه طبعا الوال ده، هنحط فيه العجلة نفسها من الشيب. طيب ودي، وانا عندي دي طبعا ويل كنترولر، ده عشان يعمل اكسس لل، ده عشان يعمل اللهم صل على النبي، انا فاكر كررت حاجه هنا، ده عشان يعمل لي اكسس للايه، لل4 عجلات بتوع البروجكت بتاعي. انا فاتح المشروع تقريبا، لا خليني اقفلها. طيب يعني هما ايه، هفتح كده اللي هما 4 العجلات دولت. ماشي، بعد كده في ال في ال اسمه ده، في ال في ال في الستارت بتاعتي هكتب فيها الكلمتين دولت، تك تك تك. في الستارت فويد بتاعت الستارت، في الستارت بتاعتي انا كاتب هنا ايه، بعمل عملت متغير اللي هو المتغير ده اللي قلنا لكم، هو بياخد المتغير ده في شكل مصفوفه، مصفوفه دي عشان تاخد معلومات على الـ4 العجلات. وانا قلت مثلا هعمل حركه تكرار ما بين عدد عجل العربيه، عندي 4 عجلات، فانا عشان اجيب معلومه على كل عجله، وكل عجله هيبدا يعمل فيها شغل، على كل عجله هيعمل فيها ايه، هيعمل فيها شغل. فهنا في بدايه الستارت، طيب هنا اقول هنا جيت عم متغير من نوع باركتر عادي بيساوي الباص دبليو اتش اللي هو من المصفوفة اللي فيها العجل دي كلها، اي يعني جايب لي مثلا العجلة الاولى، عجلة بتاعت محمد، عجلة بتاعت مصطفى، عجلة بتاعت اللي هو كل عجلة هطلع لها اسم، مثلا عجلة ايه، عجلة بي كده. فهنا بقول اف الوال بتاع الاوبجكت اللي هو ده نوع الاوبجكت اللي هي العجلة نفسها، اذا كانت فاضية ما فيهاش يعني كفر اللي هي الكوتش بتاعتها يعني، هقول هنا ايه، وهعمل متغير برضو من جيم اوبجكت انسترينت وينتس، يعني هيبدا يعمل فيل الكونتين جواها، واقول دبليو اتس دبليو اس دو ترانسفورم، ان ترانسفورم ده ايه بقى، بصوا مهم جدا، اي محور فيه ترانسفورم، واحنا ده شرحناهم، ترانسفورم فيه بوزيشن وفيه روتيشن وفيه سكيل. الترانسفورم ده البوزيشن فيه اكس واي زد، الروتيشن فيه اكس واي زد. انا فهنا لما جيت هنا اقول له دبليو اس اللي هو من جيم اوبجكت انسترينت من هو ده، ترانسفورم بتاعه دوت بيرنت، ماشي البيرنت اللي هو تطابق الشيلد اللي هم المقصود بيها الاربعه دولت، بيساوي دبليو اللي احنا متغير اللي عملناه في شكل الترانسفير ترانسفورم بتاعت، يعني كل ترانسفورم. بص هبدا هنا افتح مقصود بقى ايه، هاجي اقول له ايه، ده الكوتش محور ارتكاز بتاعه بيساوي المنطقه اللوكال اللي حواليها في المكان اللي بيتحط فيها نفس العربيه اللي هي كيو، عشان العجله دي ما تروحش يمين ولا شمال، وتروح في اي حته وتفضل ماشيه بالفيزيكال بالشكل المطلوب. ده كده ده السكريبت ده، ابدا احطه في الكيو بتاعنا وهيبدا يشتغل اول ما العربيه دي تنزل. بس هيبدا في السكيب ده هيطلب مني حاجه، الحاجه دي هيطلب مني فيها السكيب انا حطيتها ولا لا، ماي كار، لا لا مش تقريبا في كمان اوبجكت كنت احطه، انا حطيته ولا لا مش فاكر بصراحة،
المفروض كده سيفت ولا لا، انا هقفلها وافتح تاني من اول جديد، لان طبعا خلينا نرجعها تاني كده. الماي كار هنا الاوبجكت هو بيطلب مني عايز الـ عايز الكفر او الكوتش بتاع العجله دي هجيبها منين. انا عندي طبعا بخش الاسنت وبتعمل داونلود حاجه اسمها هابي جيمز، هابي جيمز مثلا هيجيلك الفولدر وهو تعمل امبورت جاهز، بس انا اوريدي تم عامله في مشروع قبل كده، ممكن اخده كوبي بيست عشان اوفر على الوقت لما اجي احطه في المشروع. اروح عند السيتي اسنت اللي هو ايه مشروع اللهم صل على السلام الهابي جيمز اللي هو ده، اخده انا اعمله امبورت اهو احطه في الاسيت بتاعي. اكتب بس هابي جيمز في الف ستورد واعمل امبورت، هات الفور في بتالي ده هيجي لك. هاجي افتح الفولدر بتاعي هلاقي جواه هلاقي كاستم داتا بلاتفورم، دي مثلا صاروخ ودي عربيه ودي كوتش، هو ده المقصود الكوتش اللي اتحط جواه. ارجع تاني الكيوب بتاعي اهو المكان اللي هيتحط فيه الكوتش هو ده. طيب حاجة بقى كانت مهمة عشان العربية تراقبها، فانا لازم فلازم في كاميرا ورا بتصور الاحداث، يعني عشان انت تتحكم من شوية بالماوس حاجات كده لازم يكون في كاميرا ورا. الكاميرا دي اجيبها منين وازاي؟ فانا عندي في الاسم بتاعي هعمل كليك يمين امبورت باكج باكج بتاعت الكاميرا عشان اجيب الباكج هجيب هسيب الكاميرا دي وهجيب كاميرا فيها طبعا فيها شغل تاني دورها ان هي بتراقب اي جيم اوبجكت، لان انت ماشي كده وفي ناس ماشيين وراك ماسكين كاميرا وبيصوروك من وراك اهي. هتلاقي فولدر اسمه ستاتل وعندي طبعا في الكاميرز كام مثلا عندي بريس فورم مثلا هاخد الاولى دي واحطها احطها في اي مكان مش فارق معايا، بس اهم حاجة احذف الكاميرا بتاعتي القديمة دي. وعندي الكاميرا بتاعتي هنا الجديدة دي اللي فيها من كاميرا هنا في الاوبجكت ده. في التارجت بتاعك يقول لك فين الكائن او من الشيء اللي هو عايز يراقبه، دوس عليه الكيوب اللي هو ده كده. لما تيجي تشغل اللعبة هتقدر تشوف كيوب من وراه، بس هي كده تحس تسرح لفوق شوية. انا عايز عنده راديو كيوب تمام، حطيت لها بوش بريتر تمام، حطيت لها سولي راديو بريتر الماس بتاعتها عايز اعمل جاذبية عارف عشان ما يمترش فوق كده. جرب كده. طيب هي كده ايه اشتغلت اهو تمشي يمين ولا عايزة تمشي يمين ولا شمال، يبقى الزر فيها لسه فيها مشكلة صغيرة. نحل بقى المشكلة دي. عايزين نراقب بقى المشكلة، يعني نراقب مشكلة يعني الجيمز دي حطها تحت ماشي واشغلها كده واشوفها المشكلة فين عشان نزلت هنا شوف بتطلع ولا لأ. طبعا مش شغاله ولا بتطلع يمين ولا شمال، يبقى في حاجه ما تعملش او حاجه مش مظبوطه جواها. اروح عند الكيوب بتاعي ده كيوب ده اسنت سكريبت ماشي السكريبت بتاعي هنحطه في الكيوب، وقلنا ده بياخد السبيد سرعه كده. افتح ماي كار، لازم طبعا اتاكد من اي مشكله، اتاكد من كل من الكود بتاعي. انا ما حطيتش في حاجه كمان ناقصه في الابديت في الابديت في طبعا في حاجه تانية حتى احط الكلام ده كله احطه في الابديت واقول لكم كل واحده دورها ايه في الابديت. انا سوري في الابديت انا هعمل متغير فلوت جواه ده اب داون، دي بتساوي اب داون يعني دي اب داون تساوي 30 دي بتساوي 30 مضروبه في المفتاح اللي اتدفع عليه اللي هو عندك الهورتيكال والفيرتيكال، يعني عشان اقدر ادوس على زرار يطلع لي احداث دي ابدا استخدمها، يعني عشان اقدر ادوس على اي زرار بتاع فوق وتحت ويمين وشمال. طيب
بعد كده هكتب فور اتش، فور اتش بعمل فور اتش، بعمل حركة تكرار برضو من نوع، او حاطط في اوبجكت دبليو من نوع الويب كنترولر، موجودة في ال دبليو اف نوع كنترولر اللي هي دي خلاص دي مصفوفة، وعرفنا ان المصفوفة دي فيها المعلومات بتاعت اربع عجلات، فطبعا ايه في دبليو دي بتحتوي بتاخد على كل عجلة المعلومات اللي جواها عشان يبدأ يعمل عليها ايه بروسيسنج. طيب هنا دي بتواجه دي اول حاجة اف دبليو، سيبك من ده كده من اف الاول، ودي برضو كمان هشرح لكم دي بعدين مش دلوقتي عشان بس تعرفوا في الاختلاف. هنا بقول له الدبليو، الدبليو اللي هي بتاعتها دي دوت سيرت انجل بيساوي اب، يعني الدبليو دي لما تيجي تمشي يمين وفوق بيساوي الاب، او ترنج، ترنج ده معدل الدوران بتاع العربيه. انا عندي عربيه، انا عندي عربيه في اربع عجلات مثلا، خلينا نفتح نيو، انا عندي عربيه فيها مثلا ايه اربع عجلات، تمام. الاربع العجلات دول في العربيه بتاعتي، انا في حاجه بتاعت السرعه وفي حاجه بتاعت الافقاني اللي عايزهم يلفوا، يعني ممكن اخلي الاربعه دول يلفوا، وممكن اخلي اتنين دول بس هما يلفوا يمين وشمال. فدلوقتي مبدئيا انا خليتهم كده الاربعه دول هما يلفوا شمال، ده عشان اقول له ايه ال W انجل بيساوي اب، والموتور بيساوي كده هما الاتنين بيساوي الدوران، يعني كل ما ادوس على ده اب ده هخليها تمشي، لو دوست على الاتنين مع بعض هتخليها تمشي، والاربع عجلات هيلفوا مع بعض. فانا لما اجي احددها اقول له لو ال W دي ترانسفيرنج بوزيشن اكبر من زيرو كده، كده مثلا اقول له بوزيشن ترانسفيرت بتاعتها اصغر من سين، او وصل لحد اقصى لان هي لف دوران، ابدا نفس ده دي حد اقصى اكبر، حد اكبر، حد اقصى اكبر للدوران في اللوكيشن بتاعتها اللي هو اللي هو ده البوزيشن، مش بوزيشن، انا اسف، اسمه لوكال بوزيشن، زد لوكال بوزيشن اللي هو زد ده، لما توصل اكبر من صفر. يعني ايه اكبر من صفر؟ يعني خلاص العجله جابت اخرها، دي جابت اليمين كله او الشمال كله، بيبدا ينفذ لي ايه الحاجات دي. فانا طبعا كاتب جمله الاف دي كلها عشان ما اخليش اربع العجلات دي كلهم كلهم يلفوا يمين او كلهم يلفوا شمال. هنعرف الفرق لو عملت كده كومنت. خليني طبعا ايه اخد حاجات تانية. هنا بقول له هنا برضو اقول له اف ده ويل دوت اوبجكت، ويل اوبجكت اللي هو احنا عاملينه ده معروف جيب اوبجكت اللي هو العجله، لو العجله اسمها كده، لو العجله واحده بس من الاربعه اعمل كوتيشن، ده بتغير من كوتيشن ودبليو من فيكتور 3 دي عشان فيها وظيفه قدام ورا، واقول له دبليو دي دوت جيت جيب لي الوورد بريس، وورد بريس يعني جيب لي التركيز بتاع المشي بتاعتها، اوت في اوت لاي ريفرنس، يعني نجيب الريفرنس بتاعت البي والريفرنس بتاعت مثلا بتاعت كيو، وبعدين ترانسفورم شيب مثلا اهم تغير نوع ترانسفورم بيساوي دبليو دوت ترانسفورم جيت شيب اولاني، وابدا اقول له شيب دوت بوزيشن كده حددت، حدد البوزيشن بتاعت الشيب بتاعتي مين، والروتيشن شيب اللي هي دي بوزيشن والروتيشن عشان اخليها تلف يمين وشمال. نسيب كل ده كده ونشوف العربية وهي شغالة وهي ماشية كده، اتحطت لها عجلات بس هتطلع اهو ماشية وراها، ترجع ورا شوية اهو. بص بقى لما اجي اعمل يمين اهي كده شمال كده، ما دي غلط، انت عايزها كده شغال مش عايزها كده خلاص، انا عايز اول لفة بتاعتها بعدين التانية تعمل لها سكيب، يعني شغال كده اهو، وجرب برضو وشوف ايهما انسب ليك. يمين شمال اهو، واتقلبت خالص. طيب انا ممكن كمان بضيف برضو نفس الحكاية عشان اكيد، عشان برضو متغير برضو زي مرة اكس مرة اكبر مرة اصغر منها.
عشان برضو دي بتاعت السرعة ودي بتاعت الدوران بتاعتها. كده كده عرفت تخلي تحدد اول عجلتين بس هما اللي في يمين وشمال، وتطلع قدام وتمشي ورا زي ما انت عايز. طيب بعد كده انا عايز العربية دي بقى البسها، بقيت الفستان بتاعها عايز افتح الهيكل والحاجات دي كلها. هروح عند فولدر اسمه هابي جيمز بتاعتي، هابي جيمز في طبعا بلاتفيرم هو ده الهيكل اللي احنا شايفينه. هبدأ الهيكل ده احطه فيه ان هي عشان ماشي عليها بالظبط. وطبعا انا عايز الهيكل بتاعي ده اظبط الروتيشن على نفس الكيوب بتاعي. في طبعا البادي وفي حاجات كتيرة جدا. اروح عند الكيوب بتاعي ده 0.570، هنا 0 بونت عشان تبقى زيها كده بالظبط. دي ممكن تروح فوق شوية ودي ممكن تنزلها تحت شوية كده، أهم حاجة تكون على مقاس العجل نفسها. مش على مقاس العجل شايفين، يعني العجلة اللي محتاجة تطرح يمين شمال، يا إما دي تصغرها مثلا عجلة أولانية. أنا عايز العجلة الأولانية تطلع قدام. بس في حاجة كمان، أنا شايف مقاس العجل كبير شوية، هبدأ أصغرهم السكيل بتاعها أصغر من هنا. بس كده اختار العجلة الأولى مثلا أو العجلة التانية عشان أبدأ أظبط بقى المساحة بتاعتها أكتر. أروح عند دي يعتبر العجلة الأولى، العجلة الأولى أهو دي تعتبر العجلة التانية. ودي تقريبا العجلة التالتة، ودي تقريبا العجلة التالتة، دي العجلة الرابعة. هذا فوق شوية، طلع فوق شوية كده يعني. شوف شوف تحت كده هتلاقي برضو ايه في عجلات متظبطتش معاك. يعني بس عجلتين دول ما تظبطوش. طيب اقفلها. اظبط ازاي دي؟ ايوه عشان كنا عاملينها وشغالة على فكرة. طيب يعني التغيير كنا عملناه ما عملش عشان كنا اللعبة كانت شغالة. طيب شغال كده اشوف. دي عايزة تظبط شوية، والأخيرة دي الأخيرة دي عايزة كلمة تظبط أكتر. بس كده كده اتظبطت اهي، يعني عايزة تتاخر شوية كده يعني. يعني لحد ما شغال بقى. ايه حاجة بقى حاجة دلوقتي مهمة جدا، هنا محتاج اخفي البوكس ده، فاشيل العلامة من خلال مش ريدر، خليها مختفية اهو كده. ايه العربية اتظبطت. امشي بقى يمين، لا مش هنا بقى عند الجيم بتاعتي كده. امشي بقى يمين شمال هتلاقيها ماشية معاك. ما هتلاقيها برضو مش ماشية معاك، يبقى في مشكلة حصلت برضو.
البوستريدر ده المفروض ترفع فوق كمان اهو، ودي تنزل تحت شوية كده اهو. لو برضو مش عايز تمشي معاك يبقى دور على المشكلة عندك. طيب هنزله كلهم تحت، شايفين بقى فود العجل انا كده نزلت كده فود ال شايف الخيال ده، وفود الخيال ده هو ايه تعتبر السكن نازل فيه. بس خلينا العجل هنمشي هنزله اول تحت حاجة كله مع بعض كده، العجل نزل وكده يعني. شوف كده بقى كده بقى عربية ماشية ماشي. فيديو كده يعتبر ايه الجزء الاول ده كده خلص، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.